لكبار النجوم في مصر والوطن العربي. في اسكندرية كانت بدايته مع أولادنا لما لقى جهود وإخلاص مؤسسة أولادنا. بصمته بالدورة الأولى ملموسة وواضحة، ما تأخرش لحظة في تقديم أي جهد يساهم في نجاح دورات المنطقة سواء اللي فاتت لغاية الدورة دي. هيقدم لنا مفاجأة النهاردة ساعدت في تحقيق حلم من أحلام ولادنا. أول لقاء اتفقنا إن إحنا هنقدم كل سنة عمل في المنطقة لأولادنا على أعلى مستوى مع أكبر نجوم موجودين. البداية كانت مع رقم صحيح، بعيش الدنيا متفائل ومش سائل في شيء ناقص. أنا الفائل، أنا الواعي، وطول الوقت أنا حاسس بإني رقم صحيح في معدة الدنيا، ولو حاجة راحت منك أكيد عندك حاجات تانية وتستاهل عشانها تعيش. أول تعاون ليك في منطقة أولادنا النهاردة، التعاون مع أنوشكا كان إزاي في اللقاء الثالث في منطقة أولادنا ليك؟ والله إحنا كل سنة بنحرص إن يبقى في نجم كبير موجود مع أولادنا، ده بيساعدهم جدا. أول سنة كانت أنغام، والسنة اللي فاتت يسرى، والسنة دي أنوشكا. هم ناس محترمين وبيحبوا أولادنا، ومن أول لحظة بيعرفوا إن إحنا محتاجين لهم، ما بيتأخروش، وده عشمنا فيهم دايما. وأكيد كل النجم بيبقى موجود معايا كل سنة، أكيد بيبقى إضافة كبيرة. يعني الكتابة بتكون مختلفة بالنسبة للأطفال ذوي القدرات، ولا بتبقى هي الكتابة العادية؟ طبعا الكتابة اللي بتبقى مختلفة، بحاول استمد القوة اللي عندهم وأعبر عنها بكلمات إنها تدي ثقة للناس كلها، مش بس لذوي القدرات الخاصة. أنا بشوف إن هم شمس، يعني نورها بينور لكل الناس، ودايما بتبقى الأغنية فيها تفاؤل وفيها عزيمة، وده مش من باب مجاملة أو من باب تصبير، ده من باب إن هم فعلا كده، وده اللي بيعملوه معانا. هم بيدونا القوة دي، فبنعرف الناس ان 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 في قوه بالشكل ده تستحق الاشاده والاحترام. طبعا يوجه رساله للكل، يقول له ايه اللي بيهمش من دور الاطفال او ذوي القدرات الخاصه عامه بيعملوه عمليه تهميش؟ اي حد بيهمش هم، يعني اقول ايه؟ بس هو حسابه عند ربنا. هو المفترض ان احنا نبقى معاهم، ان احنا نبقى في ظهرهم، ان احنا لو حد فيهم محتاج مننا حاجه نعملها لهم. اي حد تاني انا ما اعرفش مين ممكن يكون كده، بس ده خارج عن النطاق البشري يعني، فما ما احبش حتى اتكلم عليه. يعني عليك بس الاهلي هياخد بطوله افريقيا ولا لا؟ انا اتمنى النهائي يبقى اهلي وزمالك. الاهلي امبارح كان هايل، موسيماني كان هايل، والفرقه كانت هايله. النهارده المفروض الماتش شغال دلوقتي، بس احنا عشان التكريم مش عارفين النتيجه، بس انا بتمنى الاثنين الاهلي والزمالك يبقوا مع بعض ويفوز الافضل. بقى الاهلي والزمالك يبقوا في النهائي ويفوز الافضل. حبيبي شكرا.